بس عشان أفكركم إحنا وصلنا لفين. إحنا خدنا رؤية المدرسة المعرفية أو الكوجنتيف والمدرسة السلوكية أو البيهيفيرال للاكتئاب. وبرضو أحب أذكركم إن إحنا بنطرح رؤية المدارس دي لبعض المشاكل النفسية علشان نشوف إيه اللي ممكن نتعلمه من الطرح ده، وإيه الإضافة اللي ممكن الطرح ده أو العرض ده يضيفه لي في علاقتي مع ربنا ومسيرتي نحو الله. النهاردة هنشوف مدرسة ثالثة اللي هي المدرسة التحليلية أو الأناليتيكال. طبعا صعب جدا إن أنا ألخص المدرسة التحليلية في 5 دقايق، لكن ده مش موضوعنا النهاردة. المدرسة التحليلية ليها رواد كتير، منهم فرويد وأنا فرويد ووينيكوت. أول حاجة، واحد من رواد المدرسة دي قال إنه إحنا شايفين الاكتئاب إنه سببه فقدان ما حصل للطفل وهو صغير. الفقدان ده مش بالضرورة يكون فقدان أب أو أم أو فقدان علاقة. أحياناً كمان بيكون إن الطفل فقد قيمته أو صورته عند هذا الآخر اللي هو قريب منه قوي. فالمدرسة دي أو الفكرة دي قالت إنه الاكتئاب في الكبر قد يكون سببه فقدان ما لحاجة قيمة جداً أو صورة الطفل وهو صغير عند شخص ما من اللي بيرعوه أو بيهتموا بيه. وقالوا إنه الطفل بيبقى حامل الصورة المشوهة دي أو الإحساس بالفقدان ده حتى لو عنده حاجات كتير، وده بنسمعه كتير. حد يقول لك أنا مش عارف أنا مكتئب ليه مع أني عندي كل حاجة، وهو بيبقى مش واخد باله إنه إحساس بالفقدان ده أو اللص بيبقى شايله من الطفولة. دايما حاسس إنه في حاجة ناقصة، إن أنا مش مكتمل، في حاجة كبيرة فيا مش موجودة ومهمة وقيمة مهما مال حياته بحاجات. الفكرة التانية اللي هي نظرية الرفض في الطفولة أو rejection، إنه ناس برضو من المدرسة التحليلية قالوا لا، ده الشخص المكتئب ده هو شخص حاسس بالرفض ورافض نفسه نتيجة لأن المعتنين به وهو طفل رفضوه. وكلمة رفض هنا مش معناها طردوه في الشارع. رفض هنا قد يكون رفض على مستوى الإحساس، على مستوى الاهتمام. كان نفسنا في ولد، جات بنت، فمش مهتمين بيها، خليها هي تذاكر لنفسها. مش الأب أو الأم مش متاح نفسيا لأولاده. أحيانا كتيرة يبقى الطفل الأولاني مثلا أول حاجة، أول مرة يمشي، أول مرة يأكل، بتلاقي الأب والأم قد إيه معجبين بيه وفرحانين. على الطفل الثالث والرابع تلاقي الإعجاب قل والاهتمام قل والمديح قل، فيجيله إحساس بأنه أنا مش زي الباقيين. وده في نظر المدرسة دي بيشكل صورة الطفل عن نفسه، ولما بيكبر بيبقى شايل الصورة دي جواه. وده مهم لينا لأنه كتير ناس بتحاول تساعد الشخص المكتئب بجملة، بكلمة، ما يهمكش، أنت عندك كل حاجة، ربنا لسه ليك، كل الكلام ده. وهو مش عارف هو ليه مش قادر يصدق الكلام ده، لأنه في نظر المدرسة دي الكلام ده كله بيبقى صعب قبوله وتصديقه، لأنه بيبقى عنده حاجة عميقة جواه رفضها. وجهة النظر الثالثة في إزاي شافت المدرسة التحليلية الاكتئاب هي نظرية الغضب. بيقولوا إنه الطفل أحياناً لما بيتعامل بشكل مهين شوية أو بيبقى مثلاً في حياته بيشوف الأب أو الأم بينفصلوا أو بيتخانقوا أو في اضطراب في البيت، هو بيلوم نفسه وبيكون غضب تجاه نفسه. الطفل مش بيبقى قادر يعبر إن هو زعلان من أبوه مثلاً أو زعلان من أمه أو زعلان من الظروف اللي خلتهم يتنقلوا من مكان لمكان مثلاً، فبيبقى بيحول الغضب ده ناحية نفسه وبيبقى شايل طاقة غضب إنه مش طايق نفسه ومش بيبقى عارف مصدرها لما يكبر. فدي وجهة نظر ثالثة إنه إزاي الاكتئاب بيحصل في بعض الحالات. وجهة نظر الرابعة هي نظرية المراية، إنه المدرسة دي قالت إحنا شايفين إن الطفل وهو صغير زي ما أنتوا شايفين بيركزوا على مرحلة الطفولة قوي، وده مهم. الطفل وهو صغير بيشوف نفسه في مراية الناس اللي حواليه،
فلو لقى انه الناس اللي حواليه شايفينه شاطر، شايفينها جميلة، بيعلقوا على لبسها، بيعلقوا على ذكائها، بيعلقوا على تعليقاته بشكل إيجابي، حتى لو في يعني تقويم أو تصليح، بس المجمل العام أنت كويس، بيطلع شايل الصورة دي عن نفسه. والعكس، لو الجزء ده مش موجود بيشوف نفسه في مراية الآخرين. وده مهم جدا، لأنه كتير برضو بتتكلموا مع ناس وبتكلم مع ناس وتلاقيه هو مش قادر يغير صورته عن نفسه، رغم أنه الناس بتحاول تشجعه في الكنيسة وكده، لكن الصورة لسه جواه بسبب المراية دي. مش بس كده، ده هو كمان لو ملقاش نفسه محتوى بشكل إيجابي من الأشخاص القريبين منه هو طفل، هو كمان مش بيقدر يحتوي نفسه ويحتوي مشاعره السلبية لما يكبر. يعني لما الطفل بيلاقي أنه لما ببقى متضايق وقرفان أو عملت وحش أو رجع أقول للماما أن أنا اتضربت، بيلاقي أنه رد الفعل ما فيهوش احتواء ومش إيجابي، ده بيشكل رد فعله هو عن نفسه لما بيمر بمشاعر زي دي في المستقبل. فبيلاقي نفسه مش طايق مشاعره السلبية، مش طايق إخفاقاته، مش طايق فشله، مش طايق مشاكله، وده بيأثر عليه بالسلب، وأحيانا بيكتئب. آخر نظرية في رؤية المدرسة دي هي نظرية الستاندردز أو المقاييس أو المعايير. المدرسة دي قالت إنه الشخص المكتئب في أغلب الظن وهو صغير، المطالب منه من أهله ومن الثقافة اللي حواليه ومن المدرسة كان عالي قوي، وهو بنوع بكيفية ما حس إنه مفيش أي أمل إن نوصل للمستوى العالي ده. كتير بنسمع حاجات زي أنا عمري ما حد قال لي تعليق إيجابي على واجب عملته أو درجات جبتها، دايما عايزين المزيد والمزيد والمزيد. طلعت الرابع ليه مش التالت، التاني ليه مش الأول. فالطفل بيكون عنده قناعة إن أنا مش عاجب حد، وبيبقى عنده ستاندردز عالي قوي عشان يقبل نفسه أو يعجب بيها أو يحبها أو يقبلها في ظروف فيها فشل وفيها تحديات، وبياخد الستاندردز دي ويتبناها من غير ما يقصد، فتبقى بتاعته حتى لو بعد عن أهله، بيبقى شايلها في ضميره وماشي بيها. إيه اللي يهمنا في وجهة النظر بتاعت المدرسة دي؟ زي ما قلنا قبل كده، إحنا مش بنقول المدرسة دي أفضل أو أسوأ من غيرها، لكن المدرسة دي نبهتنا لحاجة مهمة، إنه التكوين اللي بيحصل في الطفولة قد ينشأ عنه أفكار وقناعات ورؤية تعطلنا وإحنا كبار. فلو أنا عايز أرجع وأشوف طفولتي ونشأتي، أشوفها في ظل المعطيات اللي عندي دلوقت، وده بيسموه الريفيزيتنج أو إعادة زيارة الماضي في ضوء اللي عندي دلوقت. فباخد كلمة الله، باخد قناعاتي الجديدة، باخد إيماني برؤية الله ليا، باخد إيماني برؤية الكنيسة وجسد المسيح ليا، باخده وأزور بيه الماضي وأشوف في ظل اللي عندي دلوقت اللي اتقال عليا ده أقيمه إزاي، الغضب اللي جوايا ده أصنفه إزاي وأتعامل معه إزاي، أغفر إزاي في ظل الغفران اللي أنا خدته دلوقت، أتعامل مع نفسي إزاي دلوقت في ظل المعطيات اللي عندي وبر المسيح، مقارنة بالأتيتيود أو المواقف اللي خدتها مع نفسي بسبب نشأتي وبسبب تربيتي. فالزاوية اللي فتحتها لنا المدرسة دي هي أني أخد بالي أن اللي حصل لي في الطفولة بيأثر عليها دلوقتي، وزي ما بدخل كلمة ربنا في قناعاتي الحالية، من حقي كمان أني أخد المفاهيم الجديدة اللي أنا مؤمن بيها، بر المسيح، الخلاص، القيامة، الحياة الأبدية، وأعيد صياغة الماضي في ذهني وفي قناعاتي. مش عايز أسيبكم من غير ما أنبهكم أن واحدة من إخفاقات المدرسة دي أنها خلقت ناس في مواقع كتيرة حاسين أنهم ضحية طول الوقت، وان الماضي هو اللي شكلني وخلاص ما فيش امل ان انا اتغير، او بيبتدي يلوم الناس اللي في الماضي كلهم، المدرسة، لو كنت في بيئة احسن، لو كنت مع عيلة افضل، لو كنت في بلد تانية. ده اخفاق في المدرسة دي،
لكن من وجهة نظرنا إحنا في المسيح الكلام ده مش مظبوط. وقابلية وقدرة المسيح ونعمة الله على تحويل كل الماضي أيا كان مشوه، أيا كان مكعبل ومكلكع وفي أزمات، استخدام ده بقوة مش بس علشان أتغير لكن عشان أساعد آخرين، هي دي هو ده إيماننا بشخص المسيح. وده شفناه في حياة قديسين كتير، طفولتهم ما كانتش أحسن طفولة، وتربيتهم ما كانتش أفضل تربية، ومروا بظروف صعبة ولكن صاروا قديسين. فالقداسة ارتكازها على عمل الله ونعمته وتفاعلنا معاه، مش على الظروف والبيئة والماضي والأذى اللي بنجيبه لنعمة إيد الله الشافية. الحاجة الأخيرة هي إزاي لما شفت إنه المراية اللي حواليا وأنا طفل شكلت في قناعاتي وفي أفكاري عن نفسي، أنا محتاج دلوقتي أكون موجود وسط مرايا حواليا في جسد المسيح بتشوفني بشكل مختلف، بتشوفني من خلال رؤية الله ليا ومن خلال عمل الله في حياتي ومن خلال عمل الله الخلاصي عموما. فأنا محتاج أني أدخل وسط الدوائر دي، وفي نفس الوقت علاقتي مع الله في الصلاة هي أكبر وأوضح مراية ليا اللي بشوف نفسي فيها كما في مرآة وأتغير إلى تلك الصورة عينها.